إلى مناطق الصراع في شرق أوكرانيا، حيث أعلنت قيادة القوات الموحدة عن فقدان أحد الجنود الأوكرانيين خلال معارك مع المسلحين الموالي لروسيا في الدنباس وإصابة جندي آخر. خلال الساعات 24 الماضية فتح المسلحون النار 14 مرة مستخدمين الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقات مينسك. المسلحون قصفوا بلدات كريمسكي، هنوطوف وتشيرماليك بقذائف الهاون، ولم تسجل أي استفزازات من جانب المسلحين خلال الفترة الليلية.